خليني بلش أول شي بجاكيت الجلد هاد، شوفوا قصته ما أحلاها، هيك مخصورة شوي، طلع الجسم بجنن. وهلأ آخر أيام الجلد فرحوا عليه لأنه لونه كتير حلو، هلأ مو كتير مبين بالتصوير بس هو صاير الرمادي على بيت، شو أنا بموت بهاللون، كتير 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 بحب ألبسه. أوه شوفوا هاي كمان، هاي السواتر بتطلع كمان كتير حلوة تحت الجاكيت أو لحالها، ما بعرف ليه ما بتطلع الألوان منيحة بالتصوير بس اتس نت يعني مصور. وإلى شوية بافي سليفز، طبعا هذا الموديل بتعرفوني كتير 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 بحبه. كمان اجتني هاي السواتر من ليفي، الحلو فيها انه اوفر سايز كبيرة شوي، فانا بحب هالنوع من الكنسات، بحس حالي بغوص فيهم. اي ثينك كمان بيطلع كثير حلوين فوق السكربس او هيك، يعني هلا ما بيكون في برد تاخده معكم شيء بتخلوه على جنب اذا برد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.